تحياتي. رح نحكي اليوم عن إتيكيت سفرة بدايات أيام شهر رمضان المبارك. لبدايات رمضان الكثير من الطقوس والأجواء المبهجة، خاصة في العزايم والزيارات. تحرص ربة البيت على تقديم أطيب الأطعمة والمشروبات لضيوفها وتجميل وتزيين المنزل بروح مختلفة عن باقي أيام السنة. تعتبر مائدة الطعام في رمضان هي العامل الأهم، حيث يتم تزيينها وترتيبها بأهمية كبرى. فهناك بعض الأفكار المهمة المستلهمة من أداب السلوك وحسن التصرف أي الإتيكيت في بدايات شهر رمضان المبارك. يجب علينا أن تكون مائدة الطعام مناسبة لعدد الحضور، فإذا كانت لا تكفي يمكنك الاستعانة بطاولة أخرى، ويفضل أن تكون بجانب الطاولة الرئيسة حتى يجلس جميع المدعوين في مكان واحد. ويمكنك أيضاً تزيين الطاولة بالمفرش الرمضاني ووضع زينة رمضان بشكل متناسق في غرفة الطعام، لكن لا تبالغي في التزيين حتى لا تزعجي ضيوفك. قومي بتحضير الصحون والأكواب على عدد الضيوف بطريقة منظمة ومرتبة، ولا تنسي أدوات المائدة كالمعالق، السكاكين، الشوك ومناديل السفرة. وبعد الإفطار يكون الصائم بحاجة إلى تناول المياه والمشروبات، لذلك يمكنك وضع طاولة صغيرة عليها زجاجات المشروبات والمياه تكون في متناول الضيوف. وبعد الانتهاء من الطعام قومي بترتيب المائدة مرة أخرى بطريقة لطيفة، ولا تنشغلي بتنظيف الصحون أبداً، اتركيها حتى يغادر الضيوف ليكون لديك متسع من الوقت للجلوس معهم. وكل عام وأنتم بخير. إتيكيت مع سالي الأسعد.